طيب نروح بعد كده للنني، والحقيقة يمكن بعض التقارير أنا يمكن كنت بكلم حضراتكم أنه النني بيقدم واحد من أفضل المواسم ليه مع الأرسنال السنة دي، لكن بعض التقارير التركية قالت النهاردة الحقيقة أنه جلاتا سراي طبعا التركي واحد من أكبر الأندية التركية أبدى اهتمامهم بضم محمد النني لاعب الأرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية. ويمكن النني كان ليه تجربة في تركيا يمكن أهمها كانت اللعبة مع بيشكتاش، واحد برضو من الأندية الكبيرة في تركيا، وده كان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قبل ما يرجع للأرسنال في الموسم الحالي. على حسب ما قالت الصحيفة التركية سبوركس، فإنه ويليام دافيلا المدير الرياضي لنادي جلاتا سراي اقترح بالفعل ضم لاعب المصري الدولي محمد النني اللي عنده 28 سنة لصفوف نادي جلاتا سراي. وأكد كمان أو أكدت الصحيفة إنه النني بدأ موسم الحالي بشكل كويس جدا مع الأرسنال، وقالت إنه كمان تواجد مصطفى محمد لاعب الزمالك في صفوف جلاتا سراي هيسهل بشكل كبير جدا، وممكن يكون دافع إنه يقنع النني بالانضمام للدوري التركي. أشارت كمان إنه القرار النهائي هيتم بعد موافقة فتح تريم مدرب أو المدير الفني للفريق التركي، وبناء عليه هيتم بداية المفاوضات مع نادي أرسنال.